بعدها مزيان عشان السنه لا كوب دافريك بحال ما جاوناش لي زوكازيون وما كناش في المستوى ديالنا دونك ديجا ملي كتهضروا على ليفيكاسيتي سا فيدير كان عندنا لي زوكازيون وما ماركيناهمش بون ايوب كان معنا بعدا دونك ايوب ماشي بحال ما كانش سفيان رجع حتى هو باش ما نكذبوش اللي كان فرح سمع الميساج ديالي ديما كنقولها ملي كنقول ما عندي حتى شي حاجه مع اللاعبين اللي كيستاهل خصو يجي سفيان خدم دابا عام ونص ماشي هي بزاف مرة كيسحب لهم بزاف حتى عام ونص ما هي والو دونك خدم عام ونص باش يرجع وكيستاهل وفين كيستاهل على جبان في لا ميور دي كومبيتيسيون هي لا تشامبيونز ليغ وملي كتماركي في تشامبيونز ليغ بحال اللي دار وملي خدم وملي عمره ما هدر هنا كتشوف لاعب كبير عمره ما سمعتوش كيهضر ديما خدم هو الميساج اللي بغيت نسرد في هذا المنتخب بلا ما نهضرو خدم وملي غتستاهل غتجي من بعد انا خصني نحطو له دي مينوت باش توا ايبيان غنشوفو واش غنحطوها له في الماتش الاول في الماتش الثاني بالحق اول حاجه غادي نقول له برافو ملي واحد عنده كومون جو بو دير لا فولونتي الرغبه يرجع باش يرجع في المستوى ديالو ويخدم على المنتخب مزيان هو ليكزومبل اللي بغيت نحطيه في المنتخب قبل كانوا كيجيو غير على الناس كيغوتو ولا الناس خدامين وباغيين يجيبوا واحد الصحه هو خدم يمكن عنده 8 بوت في الشامبيونز ليغ ازياتيك سي بيتيت لو ميور بوتور برافو لسفيان وانا فرحان يجي وفرحان يجي يعاوننا دونك تا هو يقدر يعاوننا باسكو عنده اون سومون بحال اللي قلتي عنده لا كاليتي دوفون بوت باش ان شاء الله يعاوننا في ليفيكاسيتي.